فانا عايز اقول التاهيل لسوق العمل اللي بتتكلموا عليه، الله، طب ما كل المصانع دي عايزه ناس مش خريجين جامعه، يعني ممكن؟ مش ممكن. طب وبعدين الناس دي مش هيبقى ليها نصيب يعني في حاجه؟ فالتاهيل لسوق العمل اللي انتوا اتكلمتوا عليه مرتبط بالتعليم واصلاحه. وخلونا نكون صريحين، هو النهارده التعليم اللي احنا بنعلمه في مصر ده بيطلع فرصه كويسه للخريج للعمل في سوق العمل؟ لا. انا قلت يعني لما تكون كليه الاداب فيها بين 100,000، شوفوا حد عنده بيانات الدكتور خالد موجود، قول لي ارقام كده، قول لي كل يعني بلاش كل جامعه، الجامعات قد ايه؟ مئات الالوف من تخصصات. ده الكلام ده مش دلوقتي، ده الكلام ده بقاله سنين طويله. الكلام اللي انا بتكلم فيه ده بقاله سنين طويله ماشي في مصر. وعشان كده الولاد او الشباب بيحبط، يقول لك الله احنا خلصنا الجامعه ومش شغالين. تقول لي طب ما احنا مش جاهزين لسوق العمل. العمل عايز حاجه تانية غير اللي بيتخرج. تشبع سوق العمل. قول يا دكتور لو كان يعني مئات الالوف. انا بس عايز اقول لكم ايه يعني، ما احنا بندي البيانات للمجتمع يشوفها ويلقي الضوء عليها ازاي؟ لما يكون في جامعة واحدة 70,000 في كلية التجارة، هنا بقى نمو سكاني مع سوق الإعداد، سوق إعدادنا كدولة لأبنائنا إن هم يخشوا في سوق العمل. في تحدي كمان موجود اللي هو، اتفضل يا دكتور خالد، الجهاز الإداري للدولة. أيوه الجهاز الإداري للدولة تحدي. هل هو أداء الجهاز الإداري للدولة في مصر ده بيعمل بالشكل اللي احنا نتمناه؟ أنا بقول لكم لأ.